أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. مصلحة الأرصاد الجوية تحذر من تواصل لتساقط الأمطار التي تكون معتبرة إن شاء الله على شكل زخات رعدية خلال يوم الغد تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات والهضاب. حتى الثلوج إن شاء الله ستتساقط على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية التي يزيد علوها 1000 إلى غاية 1200 متر. بالجنوب فالأجواء تبقى مستقرة، عدا السحب من النوع العالي ستنتشر على شمال الصحراء كذلك مناطق الجنوب الغربي، مع زوايا برية ستنشط بكثرة على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الشرقي. 3 درجات خلال هذه الليلة على المرتفعات الداخلية الغربية، 10 درجات على العاصمة، 12 درجة على بشار، 18 درجة على تمنراس 6، لتقارب 24 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى في تراجع، طقس بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة على المرتفعات والهضاب، 10 درجات فقط على تيارة المشيرين عامة والبيض، تصل غاية 14 درجة على العاصمة قسنطينة، قال مميلة خنشلة سوق هراس، 26 درجة على بشار، 31 درجة على تندوف، 33 درجة على تمنراس 6، طقس حار سيوميس أقصى الجنوب لتقارب 39 درجة. نظرا لانخفاض في الضغط الجوي على حوض المتوسط خلال يوم الغد، بحر هائج تقريبا على كافة السواحل، حتى الرياح ستشتد تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة. حول الطقس على بعض عواصم شمال إفريقيا، هنا أمطار كذلك على تونس، أجواء مشمسة على طرابلس كذلك نواقشط، لكن سحب أحيان كثيفة على العين المحتلة مع 26 درجة. طقس حار على الخرطوم من جامينا مع نيامي، حتى على نيامي أقول مع 43 درجة وتحت الظل. وقت غروب الشمس ليوم الغد الفاتح من شهر أفريل إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 17 دقائق، ولا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة.